بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور حسان إسماعيل، طبيب أطفال، مسؤول الطبي عن تجمع حمات الثورة. بعون الله تم افتتاح مشفى الأمل تخصصي لأمراض الأطفال برعاية تجمع حمات الثورة وبدعم من جمعيات بعض الجمعيات الخيرية ومن الخيرين وبمشاركة غرفة سورية حرية وعدالة على البلدوك التي قدمت لنا مشكورة دعم مالي بمبلغ دفعة أولى 15,000 ريال ودفع ثاني 10,000 ريال. بحاجة نحن واقع الأمر يعني اللي بيحكم المنطقة، منطقة جبل الزاوية كونها منطقة محررة، هي وبعض المريف المعرية النعمان وسهل الغار وبعض قرى جسر الشهور، كنا بحاجة ماسة لافتتاح مشفى تخصصي لأمراض الأطفال. بسبب انشغال المشافي الميدانية العاملة على الأرض بحوادث المعارك والقصف الهمجي للنظام السوري، فارتئينا بتجمع حماية الثورة أن نقوم بمشروع مشفى لرعاية أمراض الطفولة وتقديم الخدمات الطبية وبجور مجاني مطلقة بإذن الله إن مكننا الله، تقديم هذه الرعاية للأطفال الذين حرموا الحقيقة من تقديم من المعونة الطبية التي كانت حكرا على المعارك وعلى الثوار على الأرض. بحقيقة الأمر نحن افتتحنا هذا المركز بجهود بسيطة وبإمكانيات محدودة، ابتدأنا بواقع أسرة بدون حواضن، بصيدلية متواضعة بدون مخبر بدون جهاز تصوير أشعة. بحمد الله كنا ولو بكمية قدمنا خدمة للأهالي، خدمة أغنتهم عن الذهاب إلى المشافي الوطنية التي ما زالت تحت سيطرة النظام. بحاجة الأمر نحن بحاجة إلى لقاحات، بحاجة إلى بعض الأدوية، كل هذه أطفالنا محرومين منها منذ سنتين إلى الآن. المشفى يتألف من خمس غرف، هذه الغرف نقوم بجولة الآن إلى هذه الغرف. وهي غرفة الإدارة مع غرفة الفحص. نقوم بجولة بالمشفى لتعرف على هذه الغرف. عندنا هون غرفة استقبال المرضى مع ممرض أحمد مصطفى المسؤول الإعلام بالنسبة للمرضى الكادر. عندنا الغرف الثانية، عندنا غرفة الصيدلية، عندنا الممرض السامي مسؤول الصيدلية هون. قمنا بشراء بعض الأدوية والمستلزمات الأولية، نحن بحاجة إلى أكثر من هيك لحتى نغطي حاجتنا، بس يعني عم نغطي أمورنا بهالموجودات بهالكمية الموجودة. هاي صيدلية مع غرفة التمريض شغالة، عندنا غرف الأطفال، هاي غرفة قبول للأطفال، أربع أسرة. بالحقيقة نحن بحاجة لأكثر من هيك، يعني أربع أسرة تخدم منطقة كجبل زاوية، ريف المعرة، الغاب، جسر الشهور، نحن بحاجة لأكثر من هيك، بس هاي الإمكانيات هلا اللي بتسمح لنا بس نخدم كأربع أسرة للأطفال. Hey,